النتيجة حضرات اللي يقول كلام زي ده يبقى من أهل الشر. النتيجة الطبيعية وده اللي بيحصل من 2014، حبس مصر كلها في قفص فشل الرئيس، فشل السيسي اللي عمره وعمر ما فلوس الإمارات ولا أي صندوق في الدنيا هتساعده في حاجة زي دي. مش أنا اللي بقول الكلام ده، اللي بيقول الكلام ده بقى واحد أجنبي، فورن بوليسي، كتبت عنوان كيف حبس السيسي نفسه في قفص من الفشل. شوف المصطلحات، شوف حلاوة المصطلح. اتفضل اتفضل، ادي فورن بوليسي، كيف حبس السيسي نفسه في قفص من الفشل. فورن بوليسي، مش محمد ناصر ولا اهل الشر. تعال نشوف بقى، نشوف بقى قالت ايه بقى في الموضوع ده الفورن بوليسي. اتفضل يا بيه اطلع. كيف حبس السيسي نفسه في قفص من الفشل. عمرو مجدي، ان المساعدات الغربية غير المشروطة تبقي السيسي واقفا على قدميه، لكنها قد لا تكون كافية، وقد ساعدت التوترات الإقليمية حكومة السيسي عدة مرات، حيث فضل المتبرعون له في الحكومات الغربية في كثير من الأحيان الحلول القصيرة، قصيرة النظر للتحديات الأمنية المتزايدة والهجرة عبر البحر المتوسط على حساب حقوق الإنسان والديمقراطية. ويظل هذا هو الحال فيما يتعلق بالصفقات الجديدة والمستمرة التي جرى الإعلان عنها، والتي قد تمضي قدما قريبا بما في ذلك كمل مع الاتحاد الأوروبي أو صندوق النقد أو البنك الدولي. ولا يزال السيسي يراهن على التكتيكات القديمة ذاتها، لكن كل هذه الأمور لا يمكن أن تكون أكثر من مجرد تكتيكات لشراء الوقت. وينطبق هذا أيضا على صفقة الاستثمار الغامضة التي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار مع دولة الإمارات المتحدة، والتي احتفلت بها الحكومة في أواخر فبراير باعتبارها انتصارا. لكن مثل هذا الدعم ذو الدوافع السياسية أثبت أنه لا يؤدي إلا إلى زيادة نفوذ الحلفاء الخليجيين على الطبقة الحاكمة في مصر، مع مكاسب فعلية ضئيلة أو معدومة لملايين المصريين. يبدو من الواضح أن السيسي يدرك عمق الأزمة الاقتصادية، فإن تصريحاته دارت في معظمها حول إعفاء نفسه من المسؤولية وإلقاء اللوم على العوامل الخارجية وتوبيخ المصريين على تطلعاتهم للديمقراطية وعلى ثورة 11 التي أنهت 30/6 اللي بعده، أنهت 30 عاما من حكم الرئيس حسني مبارك الاستبدادي، لقد طلب الدكتاتور المصري مواطنيه بالتخلي عن الحريات من أجل التنمية. الآن ليس لديهم أي منهما، لا تنمية ولا حريات. إن دورة الفشل والإكراه تجعل الإصلاح أقل احتمالا، فالبعض يرى أن العد التنازلي للانفجار الاجتماعي أو السياسي قد بدأ بالفعل. لكن الأمر المؤكد هو أن السيسي سقى بذور فشله. كلام يتوزن من ذهب، مش هكس، مش طق حنك. ولما تقول الكلام ده تبقى أنت من أهل الشر، تبقى أنت وأهل الشر. في التعريف بتاع مصطلح أهل الشر ده معناه الناس اللي بتعيش على الفساد والسرقة وخرق المعايير الاجتماعية المحترمة. والله هو أهل الشر كده. أنت اجري كده ورا تعريف مصطلح أهل الشر، هم ناس بتوع فساد وبتوع سرقة وعايزين يخربوا البلد. بالله عليكم لو إن شخص عايز يخرب البلد يعمل إيه أكتر من اللي بيعمله السيسي؟ هات لي واحد يفكر في دمار مصر، في بيع مصر، في تدمير كل مكتسبات من ساعة محمد علي أكتر من اللي بيعمله السيسي. شركات باع، مصانع قفل وباع، مناطق كاملة بيبيعها، أكتر من كده ممكن يعمل إيه فاسد؟ إحنا باختصار قدام مقولة عبقرية لناشط لخص فيها وضع مصر مع السيسي. واحد أخذ قرض، وده أنا قلت لكم امبارح قلت التشبيه ده، زي واحد كده عنده بيت فأخذ قرض ليبني عشان يبني البيت بتاعه، فباع بلد عشان يسدد القرض. اقرا البوست ده كده معايا
واحد من النشطين قال كده قصة قصيرة. يحكى أن أحدهما أخذ قرضا لكي يبني بلدا، فباع بلد لكي يسدد القرض. خلاصة القول يا حضرات، لا يمكن ومستحيل يأتي فاسد يحكم بلد يعمل فيها أجود مما عمله السيسي، لأنه مش بس مستبد، التاريخ شهد مستبدين كتير قوي. موسوليني كان مستبد بالمناسبة، هتلر كان مستبد، نيرون كان مستبد، نابليون كان مستبد. إنما تخيل الناس دي كان لها إنجازات. هؤلاء الناس اللي سجلهم التاريخ بأحرف كده من القذارة إنهم مستبدين، كان لهم إنجازات في بلدهم. الاستبداد هو أصل الداء، لكن مصر بقى ضفنا للاستبداد الاستعباد، والاستعباد طلع لنا مصطلح عمرك يا فندم اللي تؤمر بيه سعادتك، طلع لنا مصطلح إن اللي يخالف الجملة دي يبقى من أهل الشر، ودي اللي ودت مصر في داهية. وأصبح الإنقاذ الوحيد للبلد دي إنك تتخلص من كل العك ده، وتبقى البلد عشان تبقى بلد، تبقى بلد مؤسسات، مش حنة شيماء اللي شفناها امبارح دي، مش ان جاله 10 مليار دولار فيطلع يعمل اي حفلة ويقف بشكل هزؤ يوزع في فلوس بدون مراقبة برلمان او اجهزة محاسبية. الحكومة بتترقبش، القرارات بتتاخد عفوا كده على الهواء مباشرة، مفيش دراسة لاي شيء، لانه اصلا مفيش حد منتخب، واصلا مفيش حد هيحاسب الراجل ده. يا حضرات، القرارات ما بتتحسبش غير لما الشعب يكون اختار فعلا، لانه اي حد هيجي بانتخاب حقيقي، مش انتخابات السيسي، هيتحاسب على كل لفظ قاله، على كل قرار غلط اخده. لان انت ممكن تاخد قرار غلط في بيتك وتضيع بيه ابنك بنتك مراتك، انما لما تحكم بلد وتاخد فيها قرارات غلط فانت بتحكم على الجيل الحالي وأجيال جاية بالدمار. وده اللي عمله السيسي، وعلى ما يبدو إن اللي فيه داء ما يسلهوش. السيسي مش هيتغير، وهو جاي للخطة دي إنه تبقى أنت لا غرقان ولا عايش، لا خدت حرية ولا خدت تنمية، لا شفت ديمقراطية ولا عارف تاكل. هو ده السيسي، جاي يبقي البلد في حالة ما بين الحياة والموت، وتستمر كده، وإذا اتكلمت تبقى من أهل الشر. فأهلا بأهل الشر.